وكالة الفضاء الأمريكية ناسا كشفت عن أول صورة بالألوان الكاملة من تلسكوب جيمس ويب الفضائي اللي وصفته بأنه أعمق وأوضح صورة بالأشعة تحت الحمراء للكون. إيه حكاية التلسكوب ده؟ إيه هي مميزاته؟ إزاي هيتم استثماره في المستقبل؟ ده اللي هنعرفه أكتر من الدكتور جاد القاضي رئيس معهد القومي للبحوث الفلكية اللي موجود معانا دلوقتي في صباح الخير يا مصر. صباح الخير على حضرتك يا دكتور. صباح الخير يا فندم على حضرتك جميعا، وكل سنة وحضرتك طيبين. تلسكوب مطلي بالذهب قيمته 10 مليار دولار أو يمكن زيادة، إيه حكايته؟ إيه حكاية جيمس ويب الجديد يا دكتور؟ بالفعل، وخلينا ناخد يعني مقدمة كده عشان بس المشاهدين يتابعوا معانا. احنا من بداية من القرن 19 كان في عندنا ثورة في علوم الفلك، بدأت بنظرية أينشتاين والجاذبية ونشأة الكون ونظرية الانفجار العظيم والمجرات الأخرى غير المجرة اللي احنا عايشين فيها. كان كل الحاجات دي يعني مجرد نظريات ومعادلات. مع إطلاق أول مركبة فضائية سنة 57 1957 بدأ العالم يعني يبقى عنده صورة أوضح عن خارج غلاف الكرة الأرضية. مع أول هبوط للإنسان على كوكب على القمر سنة 69 بدأ يبقى فيه معلومات أكتر، بدأ فيه تسارع في وتيرة برامج الفضاء. ناسا أطلقت التلسكوب الفضائي هابل اللي فعلا عمل طفرة كبيرة ووضح حاجات كتيرة من عمق الكون. وصلنا لأربعة ونص مليار مليون سنة ضوئية، واللي كان بعض النظريات بتقول إن خلاص ده يعني منتصف عمر الكون وهيبدأ الكون في الانكماش. وبدأ تأكيد على الثقوب السوداء اللي من خلال شهرين تقريبا تم التأكيد على أكبر ثقب أسود أو الوحيد اللي موجود في المجرة بتاعتنا من التلسكوب الراديوي العملاق اللي هو منتشر من كندا لتشيلي لاستراليا لجنوب أفريقيا. طبعا أثناء عمل تلسكوب هابل كان فيه إحساس دايما إن الكون ده لسه فيه أسرار كتيرة وعمق أكبر. وبالفعل ناسا بالتعاون مع الوكالة الأوروبية والوكالة الكندية طوروا جيمس ويب زي ما حضرتك تفضلتي بمية الذهب، وفيه إمكانيات تكنولوجيات تفوق هابل بمراحل. وأول طبعا جيمس ويب أطلق في ديسمبر الماضي، يعني في خلال 6 شهور كان استقر في مكانه وبدأ ياخد أرصاد. وطبعا في يعني حرفية ومهنية عالية جدا في وضع هذا التلسكوب في مداره، يكون في ظل الأرض على مسافة حوالي مليون ونص. هو ده يا دكتور السؤال اللي ربما ناس كتير جدا من الناس بتسأله، يعني انت ازاي صورت كل هذا الكون من وانت مفروض ان انت جوه درب التبانة، وان انت مفروض ان انت هذا الامر يعني حصل من سنوات طويلة. ده تساؤل ربما كان السوشيال ميديا سألته كتير وناس كتير جدا ما كانتش فاهمة القصة دي، نوضحها ازاي؟ احنا الضوء اللي احنا بنصوره او بنشوفه حاليا جاي لنا من الكون ده يعني ملايين بل مليارات السنوات. يعني الضوء ده صدر من الجرم السماوي، اذا كان نجم او مجموعه نجميه او مجره زي ما الصوره اللي جيمس ويب اعلنوا عنها من يومين. الحاجات دي من مليار من 13 ونص مليار سنه ضوئيه. يعني الضوء ده خرج من الاصل بتاعه من المصدر بتاعه وانتشر وصل لينا في اتجاه الارض او في اتجاه الموقع اللي التلسكوب صور منه من 13 ونص مليار سنه ضوئيه. خلينا نقرب المسافه. الضوء اللي بيصدر من الشمس، اشعه الشمس دي بتخرج من الشمس وتوصل للارض في 8 دقائق ضوئيه. احنا طبعا متخيلين مسافه الشمس بالنسبه للارض قد ايه، وبناء عليه نقدر نشوف ال 13 ونص مليار سنه ضوئيه دي عمق قد ايه. اللي مازال دي صوره اوليه لجيمس ويب وجاري بالمناسبه، وانا يمكن اصدرت يعني جمله كده امبارح، دي اول فاتح للشهيه لعلماء الفلك وابحاث الفضاء على دراسات عمق الكون. الصوره اللي طلعت دي محتاجه جيوش جراره من الفلكيين من محللين الصور الفلكيه علشان نشتغل على الصور دي، تحليل كميه البيانات اللي موجوده فيها وكم الاسئله اللي هتجاوب عليها، اللي منها نشاه الكون. هل احنا من نظريه الانفجار العظيم
او النظريه السينمائيه، ولا في نظريات اخرى ممكن يتبناها او تتبناها تلك الصور والبيانات أي الناتجه؟ هل الكون بينكمش زي ما كانت بعض النظريات بتقول، وخلاص يعني قربنا من منتصف عمر الكون اللي هو كان ده كله 4 ممكن ونص يظهر مليار لنا سنه؟ من خلال الصور الملونة اللي احنا شفناها. يعني احنا شفنا هابل من 30 سنة وهو بيطلع لنا صور، وكنا شايفين انها قد ايه كانت مبهرة. بعدها دلوقتي احنا شايفين صور شديدة الدقة والالوان واضحة جدا. لو بصينا كده بصورة من بعيد، ده نقدر نقول الصور دي هتقول لنا ايه هي بالنسبة لنا؟ يعني اسمحي لي، القصه مش قصه الوان زي ما احنا المواطنين العاديين او المشاهد العادي بيشوفها أمال في الوان ويستمتع بيها. أمال هابل لما كان شغال كان شغال صور ضوئيه فوتومتري، جيمس ويب شغال على رد انفراريد، وبالتالي انا متوقع هيبقى في تكنولوجي اكتر هيتم تطويرها في الفتره اللي جايه، اذا كان انفرا ساوند او حاجات اخرى، لان كل لون من الالوان اللي موجوده في الصوره دي ليه مدلوله، هيجاوب زي ما قلت لحضراتكم على اسئله كتيره. ويمكن اهم سؤال بيراود او في ذهن المواطن الموجود على السوشيال ميديا هل في ومن كواكب حين زي لاخر، زينا ولا لا؟ يعني هل في حياه اخرى خارج الارض؟ هل في كائنات ايوه فضائيه زي ما بالظبط. بيشار؟ السؤال اللي يهم دول كتيره بتدعم تلك البرامج، هل الظروف مواتيه في الخارج لحياه للانسان؟ ناسا هل كانت قالت الموارد امبارح الكلام ده الطبيعيه يا دكتور، هناك؟ امبارح قالت يا فندم اعتقد، امبارح كان في تصريح او اول امبارح اعتقد، يعني اعتقد من ساعات بعد هذه الصوره، قالت ان التلسكوب ده صور ان على بعد مش عارف كام الف سنه ضوئيه في كوكب، في سحب وفي مناخ مقارب لكوكب الارض. صحح لي برضو المعلومه لو غلط. فعلا دي أسئلة تم الإعلان عنها، لكن ما زلنا منتظرين إجابات، وإجابات لأسئلة كتيرة جدا لم تخطر ببال المواطن العادي بتحليل كل الصور اللي وصلت لجيمس ويب، واللي لسه يعني جيمس ويب مجرد 6 شهور. احنا كنا بنقول هابل اشتغل يعني حوالي 3 قرون في الفضاء وأسفر عن نتائج كتيرة، ما بالنا بهذه التكنولوجيا اللي موجودة في ويب، وفقط بعد 6 شهور من اطلاقه وصلنا لتلك النتائج. وهم بالمناسبه يمكن الرئيس الامريكي جون بايدن اعلن عن صوره واحده فقط من عدد هائل من الصور أي او البيانات اللي ما زالت قيد التحليل لدى علماء الفلك. أكيد. طيب دكتور، لما بنيجي نتكلم كده بنقول البحث العلمي بيبقى فيه اكتشافات وفيه نقلات. اللي حصل امبارح ده نقدر نقول عليه اكتشاف جديد كبير ولا نقلة في تاريخ العلم أو نقلة في المرحلة القادمة؟ اللي حصل ده واحدة من النقلات الرهيبة اللي حصلت في مجال البحث العلمي. وخليني برضو أوضح لبعض الناس اللي يقول لك إحنا علم الفلك ده علم نظري نستفيد منه بإيه؟ لا إطلاقا، يعني الكلام ده مش صح تماما. يمكن أنا وضحت لحضراتكم النقلات اللي تمت من المعادلات والحاجات النظرية مع أينشتاين والجاذبية لإطلاق برامج فضاء لوكالات فضاء مختلفة. الكلام ده كله طور تكنولوجيات كتير. يمكن احنا عندنا في مصر من سنة 54 عندنا تلسكوب القطامية الفلكي 74 بوصة، وده أحد التلسكوبات الدولية اللي شاركت في تحديد هبوط أبولو 11 أول مركب مأهولة بالإنسان على القمر. دي سعادتنا في مصر مع شركة البصريات، صناعة التلسكوبات، صناعة البصريات، حاجات كتيرة. النهارده التكنولوجيا اللي موجوده على جيمس ويب هتطور او بالفعل عملت او ساعدت في تطوير الانفراريد وحاجات كتيره من الراديو ويفز، ويعني عدد لا مهول من التكنولوجيات جاري تطويره لتلك التكنولوجيات واللي بيتم استخدامها اذا كان في الاتصالات، في الطب، في مجالات كتيره. وهي دي النقلات النوعيه الكبيره اللي بيقوم بيها البحث العلمي في حياه المواطن العام. تظهر نتائجه امتى يا دكتور؟ يعني خليني ابقى واضح مع حضرتك، الكلام ده ربما لسه اعلن منذ ايام، والتلسكوب ده شغال من 6 شهور. تعتقد كده الفتره الزمنيه اللي ممكن نشهد فيها تحليلات مفصله لهذه الصور تطلع امتى؟ انا معتقد في خلال 2 3 شهور هيكون في كم رهيب من التحليلات اللي هيصدر عن تلك البيانات وبيانات اخرى لم يعلن عنها من نتائج جيمس ويب. لكن بالتوازي مع التحليلات والبيانات الفلكيه في علماء في تخصصات اخرى، تخصصات اتصالات، تخصصات طبيه، كل دي يعني برامج موازيه لبرامج الفضاء والفلك.
جاري العمل فيها وجاري تطويلها. يعني البحث العلمي هو منظومة كاملة، مش مجرد بحث واحد او اتجاه واحد شغال فيه. كل الباحثين، يمكن شاهدنا مع وكاله ناسا من زمان لما اطلقوا الكلبه الشهيره، الكلبه لاسي، صحيح. وعملوا تجارب بيطريه عليها في الفضاء. يمكن برضو من شهور قريبه سبيس اكس اطلقت رحله سياحيه لبعض المواطنين، صحيح. طبعا كانت مكلفة، لكن كل التكنولوجيا والتطور ده هيؤدي بينا ان ممكن تبقى رحلة الفضاء يعني بمبالغ زهيدة، وتبقى في استطاعة عدد كبير صحيح. من المواطنين، وده صحيح. اللي احنا منتظرينه للكشف عنه في الفترة بشكرك يا القادمة دكتور. القريبة دكتور ان شاء الله. جاد القدر رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، شكرا جزيلا لحضرتك. وطبعا بيظل السؤال، يعني هل الإنسان بعد ما غير ملامح كوكب الأرض في 100 سنة اللي فاتت هل بيبحث عن بديل آخر؟ ده السؤال اللي في دماغ ايلون ماسك، واللي في دماغ ناسا، واللي في دماغ كل زعماء العالم، ان هم يبحثوا عن بديل آخر غير كوكب الأرض يكون فيه حياة او يكون فيه ملامح حياة. أكيد. كل الشكر للدكتور جاد القاضي.